اللقطة الشهيرة. إيه. وين رجعتنا بعد مرور سنوات؟ وين رجعتنا أبو حسين هاي؟ إيه. صراحة صار بيها كلام ما حلو يعني ما أقدر أحكي. من البداية؟ هو وأنا يعني ما صارت أمور. لأن هي. استفزيتها أنت. جد بارد بالملعب بس تستفز المقابل. كان أكو كلام قبل المباراة ما بيني أصير قحطاني وعلى أتكلم على فريقنا. أنا قال العراق حتى لو يسجل علينا 10 أهداف أسجل 11 أنا سجلت 11 عاقبناه بالملعب وبرا الملعب زين خلي أقرأ هيك